هذا القتل الإسرائيلي والاقتحام لمخيم جنين يؤكد على طبيعة هذا الاحتلال، وأن هذا الاحتلال سيخسر في كل معركة. نضحي بأبنائنا ومجاهدينا وكل شيء لكرامة شعبنا ولنيل الحرية لشعبنا الفلسطيني، للدفاع عن الأقصى، للدفاع عن أرضنا في الضفة الغربية، للدفاع عن غزة، للدفاع عن كل مكان في فلسطين. لا يمكن لهذا الاحتلال أن نقبل به ولو فعل ما فعل، لا يمكن أن نقبل به وهو يقتل وهو يسالم وهو كل شيء، لا يمكن أن نقبل به. نقبل أن نعيش على أرضنا بدون احتلال وغيره لا نقبل. الجهاد هي حق علينا، لا يمكن أن نركع لهذا الاحتلال. هؤلاء الشهداء الذين يضحون بأرواحهم دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن حريتنا، لا بد أن نكرمهم وعائلاتهم. وهذه البيوت التي ينطلق منها هؤلاء المجاهدين هي بيت الكرامة وبيت العزة لشعبنا الفلسطيني، وهم أعلى منا جميعا وأكرم منا جميعا. فعلينا الانتصار لدمائهم والنيل من هذا الاحتلال، لكي لا يتمكن الاحتلال هو ومستوطنيه العيش بهناء وأمن على أرض فلسطين. بهذه البنادق وبهذا المجاهدين سننتصر إن شاء الله.